النساء الجزائريات يدعمن بوتفليقة والسلال يدافع عن حصيلة الرئيس المرشح في مجال حقوق المرأة. مخلفات مالية تصل إلى 45 مليون سنتيم لفائدة عاملي السكك الحديدية والتقييم على أساس الرتب والأقدمية. وفي حصاد الظهيرة تتابعون أيضا معاناة كبيرة لصيادين في المدن الساحلية الكبرى بسبب التلوث البيئي. أهلا بكم من جديد. حل مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة بولاية وهران اليوم في إطار التجمعات الشعبية التي يقوم بها من أجل حشد الأصوات، حيث أكد سلال بأن المرأة الجزائرية قد تحصلت على العديد من الحقوق في عهد الرئيس بوتفليقة. نعطيكم مثال وراني نشوف النساء هنا حاضرين معنا. شكون اللي عطى الحقوق للمرأة الجزائرية؟ شكون اللي قواها؟ شكون في ظروف صعبة؟ شكون أخواتي إخواني اللي يمثل حقوق المرأة؟ حقوق المرأة اللي يتمثل أكثر من نصف المجتمع الجزائري هو عبد العزيز بوتفليقة. غير قانون الأسرة، غير قانون الأسرة وأعطى الحق للمرأة في السكن. هذا هو الراجل الجبار المناسب وقوة المرأة. أكثر من هذا، هو في قانون الجنسية، في قانون الجنسية أعطى حقوق أكثر للمرأة لتقدر تمثل الجنسية تاعها، لكن تزوج مع أجنبي مسلم وكذلك لأولادها. هذه الجزائر مش ظلمت حقيقة العاملة الجزائرية. هذا وأشاد سلال بالخطوة التي قام بها بوتفليقة المجسدة في الزيادات التي طالت الصندوق الوطني للمعاشات، كما تعهد بالزيادة فيها إذا استدعت ضرورة ذلك. وتفكروا لما اخذ قرار بالنسبة للصندوق المعيشات، لأن المداخل بتاع العمال وتاع الإطارات ما كانش قادرة تكفي باش تغطي حاجيات أو معاشات. اخذ قرار قليل الدولة اللي اختارت القرار، 2% 2% تاع المداخل البترولية هي اللي تمول صندوق المعاشات، لأن تريتي في الجزائر مهنيين ويكونوا مهنيين وما مع بوتفليقة يعيشوا مهنيين، وإذا كان ممكن نزيدوا لهم في المعاشات تاعهم نزيدوا لهم في المعاشات تاعهم. من جهته عبد القادر بن صالح من الجلفة دفع عن حصيلة الرئيس المرشح داعيا إلى التصويت عليه حفاظا على مصلحة الوطن على حد تعبيره. جئت وأعلم أنكم وقفتم بالماضي وسوف تقفون إلى جانب المرشح عبد العزيز بوتفليقة لمفاتحة بعض الأمور الخاصة بالحملة الخاصة بمستقبل البلاد. هذا ونادى بن صالح إلى التعبئة والتصويت على بوتفليقة بكثافة، ليس فقط من أجل الفوز بالاستحقاق الرئاسي، وإنما بنسبة تليق بمقامه وشخصه. وعوهم بضرورة الذهاب للمشاركة في الانتخابات والمشاركة بقوة، لأن يطلبوا منكم مش فقط المشاركة والتصويت لصالح مرشحنا، وإنما لتحقيق النتيجة، والنتيجة نريدها أن تكون عالية في مستوى ومكانة الرجل. إلى ذلك دفع أحمد أويحيى القيادي بمديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، دفع عن حصيلة إنجازات التي حققها في عهوداته الانتخابية الثلاثة. أحمد أويحيى ومن تيارة اعتبر ترشح بوتفليقة خيارا وطنيا تمليه المصلحة العليا الوطنية على حد تعبيره. رافع أحمد أويحيى في زيارته إلى ولاية تيارت في إطار الحملة الانتخابية لصالح المنجزات للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة خلال العهدات الماضية، خاصة مرحلة التسعينات حين تولى فيها بوتفليقة السلطة، أين جسد قوانين السلم والمصالحة التي حققت الاستقرار للبلد. نحن في الرئاسية، في الحملة تاع الرئاسيات، نحن نكلمكم على المترشح نتاعنا
تاعكم وتاع العديد من الجزائريين، وهو خونا بوتفليقة. نتكلم على بوتفليقة لأن اليوم ماهوش باش نبجلوه أو باش نقدسوه، عبد عبد فنى حياته على الجزائر حديث قياس. سمعنا إخوان مع كل احترامنا لهم قالوا قانون، مشروع قانون كان خيانة للوطن، مشروع قانون المحروقات حرار يقولوا ماشي حق، صعيب عليهم يقولوا أن بوتفليقة كان مورط في خيانة الجزائر، حاجة ولله. من جانب آخر انتقد أويحيى الدول التي عاشت ربيعا عربيا متهما قادة غربيين بالضلوع في هذه النزاعات التي لم تستثني الجزائر داعيا إلى الحفاظ على مكسب الاستقرار. أنا الجزائر 99 كان جزائر الدماء والدموع، كان جزائر أزمة اقتصادية، كانت جزائر خناق المالي. إذا أولا إلى نقيم بوتفليقة نقيموه واش من أرضية بدا عليها، أرضية تاع محن. اليوم يشوفوا الربيع واش جاب الربيع، أصحاب الربيع نحترم الناس، هل الجماعة اللي عاشت الربيع تحسنت أمورها؟ هل الشوماج نقص عن دول الربيع؟ هل التنمية زادت عن دول الربيع؟ هل الاستقرار تعزز في دول الربيع؟ ولا يلعبوا بنا قادة غربيين؟ قال لك سلكنا ليبيا، اليوم ليبيا تحرق. في آخر خرجته بتيارت شدد أويحيى على الحضور القوي يوم الانتخابات ودعا المواطنين بتيارت إلى المشاركة واختيار المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة لتحقيق الاستمرارية. هذا ويعقد عشية اليوم كل من عمار غول وعمار بن يونس إضافة إلى عمار صعيدان تجمعات شعبية بليون الفرنسية في إطار نشاطات الحملة الانتخابية لمرشحهم الحر عبد العزيز بوتفليقة. مزيدا من التفاصيل مع موفد تلفزيون النهار إلى ليون بلال كباش. بعد ساعات قليلة من الآن سينشط ممثل المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة لقاء مع الجالية الجزائرية هنا بمنطقة ليون الفرنسية، حيث سيعرض كل من رئيس تجمع أمل الجزائر تاج عمار غول وزعيم الحركة الشعبية الجزائرية عمار بن يونس برنامج وحصيلة مرشحهم عبد العزيز بوتفليقة. للإشارة فإن منطقة ليون الفرنسية هي ثاني منطقة من حيث تعداد الجزائريين هنا في فرنسا. موفد تلفزيون النهار بلال كباش ليون فرنسا. نشدت إطارات نسوية منضوية تحت مديرية حملة المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة الجزائريين والجزائريات للتصويت بقوة يوم 17 أفريل القادم لتزكية المترشح عبد العزيز بوتفليقة، معتبرة أن بوتفليقة هو ضمانة للاستقرار الجزائر. الاقتصاد بلدان كلها دوك يحوسوا على التجربه الجزائريه سواء في المهنه، لان المغادره ماشي مصلحه البلاد. هذا وأجمعت فعاليات نسوية داعمة للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة على أن بوتفليقة أعطى للمرأة الجزائرية مكانتها في المجتمع من خلال قوانين الإصلاح السياسي. أما في البرنامج نتاعنا نحن لم نكتفي على هذه الندوة الصحفية أو في يعني الدوائر في المستديرة، نحن سطرنا يوم 5 أفريل تجمع نسوي يجمع 48 ولاية، نساء من 48 ولاية، لي يعني التكلم على برنامج السيد الرئيس بأن يعني المشي أو مساندة السيد عبد العزيز بوتفليقة هو مساندة كل المكتسبات التي أتى بها للمرأة للشباب وللجزائر. اقترحت مرشحة حزب العمال لويزا حنون اليوم خلال تنظيمها تجمعا شعبيا بولاية سطيف، اقترحت ترسيم قاعدة الاستثمار 49-51 لحماية المؤسسات الاقتصادية. جلوس
باش نسمح للرفيقات تدخل تحت أزرق. أنا نقترح عليكم أنكم ترسموا وتدستروا القاعدة تاع 51-49 ترسموها وترجعوها غير قابلة للمزاز وتكون فعلا لا عكسية لأنها تسمح بالتأميمات الجزئية. حنون أضافت أن برامج المترشحين التي يقدمونها اليوم باهتة معتبرة أنها لم تشارك هي يوما في الحكم وليست مسؤولة عن أوضاع الشعب حسبها. أنا اطلعت على البرامج ولقيت وعود باهتة جوفاء في البرامج نتاع المرشحين الأخرين، وقبل كل شيء لازم تعرفوا باللي فقد الشيء لا يعطيه. أنا ما حكمتش البلاد، لا كنت رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة. أنا ما حكمتش البلاد وما عنديش مسؤولية في المعاناة، ما عنديش مسؤولية إطلاقا لا في المأساة الوطنية ولا في التصحيح الاقتصادي. في إطار الحملة الانتخابية لرئاسية 17 أفريل المقبل، نظم مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي لقاء جواريا كالعادة بولاية قسنطينة، أين عرض على المواطنين أهم نقاط برامجه أو برنامجه الذي جاء به للجزائريين. المشكل في الجزائر ماهوش الثروة، لأن الثروة الحقيقية هو الإنسان، والجزائر لها خزان من الشباب تحسد عليه في كل العالم. إذا عندنا مشكل في الحاكم الذي لا ينظر بنظرة وطنية لتفعيل هذا الشاب ليكون مصدر ثروة لوطنه ولنفسه. موسى تواتي انتقد غياب سيادة الشعب الذي أدى حسب قوله إلى الفساد في العديد من القطاعات. إذن عليكم أن تفجروا هذا الوضع نتاعكم، عليكم أن تساهموا وتشاركوا في تغيير الوضع اللي أنتم ترونه مزريا لكم ولمستقبلكم. حظي المترشح الحر بالعيد عبد العزيز صبيحة اليوم باستقبال حار من قبل أنصاره بولاية أدرار التي من المنتظر أن ينظم بها عشية اليوم تجمعا شعبيا سيعرض فيه الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي. هذا وفي سياق آخر، شهدت نهاية الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية طرح العديد من التعهدات من طرف المترشحين الست، وذلك في إطار احتدام الصراع بينهم على استمالة أصوات الناخبين. تقرير حسام زواوي. بعد انقضاء أسبوع عن بداية الحملة الانتخابية التي صال وجال خلالها المترشحون الست في مختلف ربوع الوطن قصد الترويج لبرامجهم، طرحت العديد من التعهدات من طرف المترشحين، أبرزها تعهد المرأة الحديدية لويزا حنون في التجمع الذي أقامته ببرج بوعرريج بمحاكمة شكيب خليل وكل من ساهم في قضايا الفساد حسبها. من جانبه تعهد المترشح فوزي ربعين من قسنطينة بالقضاء على البارونات الذين يقفون وراء ارتفاع أسعار العقار. وفي نفس السياق شدد أصغر مترشح للرئاسيات عبد العزيز بالعيد على ضرورة تطوير الجامعة الجزائرية، وتعهد بالاستثمار فيها لكونها القاطرة الحقيقية لكل الشعوب. من جانبه راح عبد الملك سلال مدير حملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة يتعهد بإحداث تقسيم إداري جديد، وذلك في التجمع الذي أقامه بتوغورت، حيث أضاف أن هذا التقسيم كان مبرمجا منذ سنوات، وأن سبب تأجيله كان لضرورة البدء بتعديل كل من قانوني الولاية والبلدية. علي بنفليس هو الآخر لم يفوت فرصة نهاية الأسبوع، حيث أكد على إعادة الاعتبار للحق في المواطنة، وذلك تحت شعار معا من أجل بناء مجتمع الحريات. موسى تواتي هو الآخر لم يفوت الفرصة بتعهده بسد الطريق أمام الانتهازيين، كما شدد على ضرورة الاستغلال الأمثل للثروات الوطنية. إذن هي نهاية أسبوع غنية بالتعهدات واللهجات الشديدة التي أطلقها المترشحون الست في انتظار رجع الصدى وتجاوب المواطنين يوم 17 أفريل المقبل. هذا واختلف طريقة إلقاء خطابات المترشحين بين من يستحسن إلقاء خطاباته داخل القاعات والصالونات المغلقة، فيما يحاول آخرون التقرب من المواطن عن طريق التوجه للمقاهي والشوارع. لكل أسبابه نكتشفها في هذا التقرير الذي أعده كمال جفال.
يبدو أن لكل مترشح طريقته الخاصة في التقرب من الناخبين ومغازلتهم للظفر بأصواتهم، فمنهم من يفضل عدم الخروج كثيرا من القاعات حتى يتجنب الإحراج الذي سيسببه له المواطنون أو لخوفه من عدم تقبل الشارع له، ومنهم من رأى في العمل الجواري طريقة أفضل للتقرب من مختلف شرائح المجتمع. والسؤال المطروح هنا، هل هو جس لنبض الشارع حول الشعبية التي يحظى بها المترشح أم لنقص الإمكانيات؟ الشخص يفضل العمل الجواري على القاعات الكبرى، ربما هذا إما فيه نقص للإمكانيات وإما فيه كذلك ربما ما عندوش شعبية كبرى في بعض الأماكن، وبالتالي من أجل تغطية هذا النقص كذلك يفضل الاتصال مباشرة بالمواطنين. التركيز على الخطاب الجواري له إيجابياته وسلبياته التي يتجاهلها أو يتجاهلها المترشحون. الجانب الإيجابي للعمل الجواري أن المترشح يكون في اتصال مباشر مع المواطن. الجانب السلبي أنه لا يستطيع أن يغطي أن يتصل بأكبر عدد ممكن من المنتخبين. التقرب من المواطنين لتمرير أكبر قدر من الرسائل لم نتعود على رؤيته من ساستنا، إلا أن الصندوق هو الفيصل بين القاعة والشارع. تبينت أحجام الحاضرين في التجمعات التي ينظمها المترشحون الست للرئاسية على خلافهم، فمنهم من يفضل الفيسبوك بدل الحضور في صلاة التجمع. تقرير سليم بوستا. بعد قرابة أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية، تباينت أحجام الحاضرين في التجمعات التي ينظمها المترشحون الستة أو من ينوب عنهم، إلا أن المتفق عليه عدم اهتمام شرائح كبيرة من المجتمع بهذه التجمعات لأسباب عدة، ولو أن بعضها يدخل في إطار التكنولوجيا، ولأن ثورة الاتصال أفرزت العديد أوجه التواصل. يفضل الكثير من الشباب الاطلاع على المترشحين ببرامجهم وخطاباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ما نقدرش نحضر اليوم، باركم كان خدام ياك، ما نقدرش نروح زعما نروح هادو متجمعات، نروح العشيه فيسبوك انا مريح، ولا نكونيكتي ونشوف شنو دايرين. هي دا زعما قنعني ولا شغل مع الاول ولا نكمل نشوفها، ما قنعنيش نصوتيها الحياه. وفي الجزائر يصعب التكهن بواقع حضور المترشحين على مواقع التواصل الاجتماعي لغياب مراكز صبر الآراء تحصي متتبعي كل مترشح على الفيسبوك. صعب أن نديروا الشيء اللي موجود على الانترنت والمواقع الاجتماعية نطبقوه في الواقع، فخاصة أن احنا في الجزائر هذه الأرقام هذه مازال ما وصلناش باش تكون عندنا مكاتب دراسات اللي تعملنا دراسة حقيقية حول العلاقة ما بين الأرقام اللي نتلقاوها في الزيارات المواقع الانترنت والشبكات الاجتماعية والتحاليل اللي تندار في العالم الافتراضي. يبقى الفيسبوك عالما افتراضيا يفرض على الشباب متابعة برامج المترشحين عبر الانترنت، فهل سيكون للفيسبوك أثرا في الاستحقاقات 17 أفريل؟ تساؤلات عديدة تطرح حول تسيير الحملات الانتخابية والنفقات المخصصة لها في مناخ انتخابي تتناقض فيه تصريحات المترشحين حول حجم وآلية الاعتمادات المالية المخصصة ومدى مطابقتها لحجم النفقات. مزيد من التفاصيل مع ابتسام شهراوي. غموض كبير يكتنف عملية تدعيم المترشحين للرئاسيات حول مصادر الدعم المالي الذي يمولون به حملتهم الانتخابية، فالمواطن أمام أسئلة كبيرة في ظل تضارب المعطيات بين المترشحين أنفسهم، في حين أن المادة 205 من قانون الانتخابات حددت آليات صرف المنحة المحددة من الدولة لدعم المترشحين. المادة دي تتكلم على السقف اللي ممكن يصرفه المترشح، حتى ما يكونش هناك واحد يصرف كثير لأنه عنده أموال ويكون هناك عدم مساواة يعني. ولذلك القانون حدد سقف كما حدد رئيس الجمهورية حدد يعني الاستحقاقات الانتخابية الأخرى. معناه يقول القانون أصرفوا على الحملة نتاعكم ولكن ما لازم تتجاوزوا 6 ملاير. غير أن مراقبة صرف هذه الاعتمادات المالية بحاجة إلى وضوح في آلية متابعتها وكيفية تعويضها، حتى لا يطغى طرف على طرف آخر، لأنه كاين اللي عنده أموال ويقدر يصرف كثير
وبالتالي غرق الحملة الانتخابية ويصبح يعني هناك يعني تباين صارخ. دولة تعوض بعد ما تنتهي الانتخابات، تعوض للناس اللي جابوا نسبة محددة حددها القانون، حددها قانون الانتخابات، إنسان اللي يلحق للنسبة هذيك فما فوق يعوض القانون. لتبقى وسائل الدعم المالي ومصادره محل انتقادات كبيرة، خاصة وأن كثير من الدعم المالي خارج هذه المادة منابعه مجهولة تحتاج إلى مراجعة قانونية صارمة. وبخصوص التحضير للرئاسيات، كشف العقيد مصطفى الهبيري لجريدة النهار على هامش زيارة وزير الداخلية لولاية وهران، كشف عن تخصيص المديرية العامة للحماية المدنية 42 ألف عون للحملة الانتخابية ويوم الانتخاب في 17 أبريل. وأكد الرائد فاروق عاشور المكلف بالإعلام في تصريح للنهار على أن المديرية العامة قامت قبل انطلاق الحملة الانتخابية بمراقبة شروط السلامة والأمن لكل القاعات التي ستقام فيها الحملة الانتخابية. ومن جهة أخرى، تحدث الرائد فاروق عن استحداث 5000 منصب جديد لسنة 2014، تكون 35% منها لشباب الولاية الجنوبية. تفاصيل أوفى تجدونها مشاهدين في عدد جريدة النهار الصادر اليوم. يجسد الشيخ محمد بن سعد بو رقبة الذي يفوق عمره 100 سنة أروع الأمثلة في المواطنة وحب الوطن تلفزيون النهار زاره ليجده نشطا وحيويا، خاصة عند حديثه لنا عن الجزائر وعن أداء الواجب مهما كانت الظروف. تقرير ديار بن داود. هو الشيخ محمد بن سعد بو رقبة الذي تعدى عمره 2 سنة فوق 100، فهو مواطن جزائري زرناه بمسكنه بمدينة تيارت وكانت لنا معه بعض اللحظات تحدث لنا فيها عن الوطن وواجب الانتخاب. اللي هو تشوفوا فيه الخير ماذا بكم فوتوا عليه وما تقولوش ما فوتوش، وهدوا هذو اللي هم اللي يقولوا ما فوتوش وهم يودعون الشيطان، يا ما نبقوش مهمولين. لابد الغلم كأنها راعي. الشيخ محمد الذي حفظ القرآن وسنه لا يتعدى 13 سنة يتذكر مراحلا من عمره، منها مشاركته في الحرب العالمية الثانية ولقاؤه برجال الدين وكبار المسؤولين، كما اختير لتصحيح إحدى نسخ القرآن وتعليمه من طرف وزارة الشؤون الدينية. كل شيء يرتبع الإيمان. لو كان ترقيت قيس ما على وجهك وما تنويش ما تنويش ما تنويش في النية، كانش عندك وضوء؟ ما عندكش. هلا بدا انتخب، لبدا قلت لكم ما كانش انتخب اللي من نقطه، ما كانش. بالرغم اللي راني مريض وراني كبير في السن، راني وعندي فوت، راني نروح نفوتي كما وجه. هي حقب زمنية عبرها الشيخ محمد كان يلازمه فيها حبه للجزائر، فالشيخ لم يضيع فرصة انتخابية واحدة طوال عمره، وهو يضرب موعدا في 17 أبريل القادم أن يكون حاضرا ويشارك وهو يتعدى سنه 100 عام كمواطن ناخب لاختيار الرجل المناسب. بعيدا عن الشأن السياسي، سيستفيد عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية من مخلفات مالية تقدر ب 20 مليون سنتيم بالنسبة للصنف با وأكثر من 45 مليون سنتيم بالنسبة للصنف جيم، حيث يتم تقييمها حسب الأقدمية والرتبة على أن تحدد كيفية وتاريخ صبها خلال مفاوضات بين الأطراف المعنية تنطلق غدا الأحد. يعاني الصيادون عبر ربوع الوطن من مزاولة نشاطهم في ظل التلوث البيئي الكبير الذي أتى على مناطق ساحلية عدة بسبب صب قنوات الصرف الصحي في الوديان والبحار من جهة، ولا مبالاة المواطن من جهة أخرى. تقرير الياقوت سارة غرداوي وسمية سماش. صيد الأسماك وممارسة مهنة الصيد في الشواطئ الجزائرية صارت تواجه العديد من المشاكل خاصة البيئية منها، حيث يشتكي الصيادون من تلوث الساحل الجزائري جراء التفريغ العشوائي في مياه البحر دون مراعاة للثروة السمكية والحالة البيئية لشواطئنا. يرموا في القمامات ويرموا في الويدان وكل حبي خرجتي ولا البحر يخرج، واللي كل واحد وش يدير في راسه. بيان سير
حنا رانا نرموا الشبك اللي فيه اللي في البحر، نجيبوهم كاع بلاستيك ونيل وحطب وسجر. شباك الصيد عادة ما تعود مملوءه بالبلاستيك والقاذورات للسمك، والسبب الرئيس هي الوديان الملوثه التي تصب في عرض سواحلنا. عندنا سورتو كي طيح الشتاء عندنا زوج ويدان تاع الحراش وتاع الحامس، يجيبوا لنا بزاف حوايج يعني اللي ما تصلحش للبحر وما تصلحش للسمك، البلاستيك وبزاف حوايج. وإلى أن يتم العمل على حل هذه المعضلة البيئية التي تؤرق الصيادين وتهدد شواطئنا وثروتنا السمكية، تبقى مهنة الصيد تعاني في صمت. مشاهدينا بهذا نصل.